차례. 요시. 인가스. 야. 야. 차례. 알겠나. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله عن أشكال مختلفة من البروباغندا، دعاية النظام الشيوعي، والتي يتم نشرها بكل طريقة متاحة وبوسائل لا تخطر على البال، وتركز على تعظيم القادة وتشجيع الطبقة العاملة ونشر أيديولوجيات الحزب. ويقدر بعض الخبراء أنها تستنزف ما يقارب 40% من الميزانية العامة، وهي دعاية منظمة تقوم بها دائرة التحريض. قرأت في أحد المؤلفات أن كيم جونغ إيل كان يلومهم على تقصيرهم في تبيين مبادئ الحزب للعامة. نبدأ بالحديث عن تماثيل القادة المنتشرة في كل مكان في كوريا، لكن أكبرها هي تلك التي على تل مانسيو في بيونغيانغ. الناس هنا يضعون الورود وينحنون خاشعين، تمثالان من النحاس لكيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وهما يطلان على بيونغ يانغ من ساحة كبيرة مرتفعة، ورغم أنهما ميتان إلا أنهما يحكمان البلاد، وتحت أعين الحراس والكاميرات المثبتة في كل مكان، تعتبر هذه البقعة أحد أكثر الأماكن قدسية في كوريا الشمالية، فلا يسمح بتغطية الرأس ولا بلبس النظارات الشمسية ولا الجلوس أو الاقتراب المبالغ فيه، ولا يسمح أبدا بالتقاط صور ناقصة أو من زاوية تزيد على 45 درجة. التفاصيل متناهية الدقة، والتي يلامس كل منها معنى حاضرا في وجدان الكوريين، فكلا القائدين يرتدي المعطف نفسه الذي كان يرتديه أيام حياته وخطاباته ومسيراته، وكلا القائدين يحمل تعابير الوجه نفسها، وهذا ما دفع دولا أفريقية كالسنغال ونابيا وأنغولا وغيرها لطلب معونة كوريا الشمالية لتشييد تماثيل رموزهم الوطنية. بني التمثال الأول في عام 1972 بعد وفاة كيم إل سونغ، وبقي منفردا حتى توفي كيم جونغ إل في 2011، فبني التمثال الآخر، وتم تغيير ملابس الأول وتعديل تعابير وجهه ليصبح مبتسما، وهكذا تصبح الصور القديمة التي تحوي تمثالا واحدا ممنوعة، أو بعبارة أدق، ليس لها وجود داخل كوريا. أما أقدس مكان عندهم فهو قصر الشمس كومسوسان، الذي يحوي أجسادهم المحنطة ويعاملون فيه معاملة الأحياء، ويتم تفتيش الزوار فيه بطريقة مبالغ فيها، ولا يسمح أبدا بالتصوير ولا بدخول أي جهاز إلكتروني، كما طلب منا إحضار لباس رسمي قبل الوصول إلى كوريا حتى نتمكن من دخول القصر. في كل مدينة تمثال واحد وعشرات من الصور الفسيفسائية، ويعاملونها بنفس القدر من الاحترام، ومكتوب تحتها شمس الشموس القائد العظيم كيم إل سونغ وكيم جونغ إل حاضرون معنا وأحياء في قلوبنا. حين كنا نسير بالليل كنت أعرف مواضع القرى من الأنوار التي يضعونها على صور القادة فقط، في حين تنغمس بقية أشكال الحياة في تضاعيف ليل بهيم حالك. وفي غياب التلوث الضوئي
تتزين السماء فوق كوريا حتى تبدو وكأنها سجادة مرصعة بالنجوم لا تمل من النظر إليها، كأنها هدية الله إلى هذا الشعب المكلوم. أحد الأمور العجيبة التي نستطيع من خلالها تمييز الكوريين عن غيرهم هي صور القادة المعلقة بشكل دائم على صدورهم مهما كانت مهنتهم، بداية من مضيفات الطيران إلى الفلاحين إلى الجنود إلى كيم جونغ أون شخصيا، ويضعونها في الجهة اليسرى ناحية القلب، وتصرف لهم من قبل الدولة لمن يبلغ 14 سنة فما فوق، ولا يمكن للأجانب الحصول عليها، لكنها تمنح بشكل نادر كوسام شرف لأي أجنبي يساهم في نهضة كوريا. أعيد مشاهدة الحلقة الأولى وستجدونها معلقة على صدر كل من ظهر في الفيديو. وإذا كان هذا بعض ما يعظمون به قادتهم فلا عجب أبدا مما نراه من تهافتهم وجنونهم عند رؤية القائد، فهي نتيجة حتمية طبيعية إذا أخذت في سياقها. وليس صحيحا ما يقال أن كيم جونغ أون يعدم من لا يحييه بشدة أو من لم يبكي في جنازة والده، بل هي مشاعر حقيقية تنبعث من تلقاء نفوسهم وقد نشأوا عليها منذ طفولتهم. 소의 맨 앞장에 서 있는 문전 보초병이라고 하시며 그나큰 영광과 행복을 안겨주시는 경의하는 최고 사령관 동지께 뜨거운 감사의 인사를 드리고 드리려고 주시는 경의하는 최고 사령관. كنت أقول في نفسي إذا أراد باحث أن يرى إلى أي حد يمكن استعباد الآدميين وإيهامهم والتحكم فيهم فليسافر إلى كوريا قبل أن ينهار النظام، فتفوته فرصة من أندر الفرص في تاريخ الكوكب. والمحسن أنهم لا يشعرون بهذا، بل وعلى العكس متيقنون أنهم أفضل دولة بالعالم وأن جميع الشعوب تحسدهم على قيادتهم ومعيشتهم، ولا سبيل عندهم أبدا إلى معرفة غير هذا، فلا إعلام يجلي الحاضر ولا ذاكرة تستعيد الماضي. وإذا انقطع تيار الكهرباء والذي ينقطع كثيرا حتى في العاصمة فإن البروباغندا لا تنقطع. على سقفه 4 سماعات ضخمة يسير بها في الشوارع ويتخلل الأحياء والقرى ويقف على الميادين وعلى تجمعات الناس ولا يهدأ إلا حين تغيب الشمس. وتعلق السماعات أيضا في المصانع والمعامل والمزارع وكل الأماكن التي يكثر العمال فيها. هذه مشاهد من مصانع الأسمدة في هامانغ، المدينة المتوترة التي لم يسمح للأجانب تاريخيا بدخولها إلا قبل فترة يسيرة جدا، ولا يزال أهلها في حالة غضب من الحياة ومن رؤية أي غريب. ومما كنت أراه بشكل يومي هتافات الأطفال ومرورهم داخل المصانع والمعامل والمشاريع لتشجيع آبائهم والعاملين فيها. قد
أما الشوارع فلا يكاد يخلو جدار من هذه الملصقات، بل حتى لعب الأطفال يتم تصميمها على شكل صواريخ ورؤوس نووية. وفي كل بيت جهاز راديو مثبت في أعلى الجدار، ولا يمكن العبث به أو إطفاؤه أو تخفيض صوته، ويدار من قبل النظام. وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم أقف عليه شخصياً، وكيف أقف عليه ونحن ممنوعون من التواصل مع عامة الناس فضلاً عن دخول بيوتهم؟